وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وجاء في الخبر أن امرأة من بني إسرائيل كانت تأكل آخر لقمة رفعتها إلى فمها وقفت سائلة تسأل، وكانت محتاجة فردتها من عند فمها، قد رفعتها ردتها وأعطتها إياها، ففرحت باللقمة وأكلتها. بعد أيام جاء ذيب وعدا على طفلها، تأثرت وراحت تجري وراء ولدي 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 ابني، فإذا بشخص يقف يوقف الذيب يخرج الولد من فم الذيب يمسح عليه فيصير ما به شيء أبدا يعطيها إياه. الحمد لله، من أنت الذي أنقذك الله بي؟ أنقذني الله بك وأنقذ ولدي؟ قال أنا ملك كنت في السماء فناداني الله أدرك فلانة واستخرج ولدها من فم الذيب ورده إليها سالما بإذني، وقل لها يقول لك الله لقمة بلقمة، يقول لك الله لقمة. أنت رديت اللقمة من فمك لما وقفت السائلة وأعطتيها، واليوم بنخرج اللقمة هذا من فم الذيب، خذيها ورد لها ابنها مقابلها. ولهذا قالوا اللقم تدفع النقم. ويروى أن الله أوحى إلى سيدنا إبراهيم بعدما كمل بناء الكعبة، قال يا إبراهيم ولقمة في بطني جاية أفضل من بنائك للكعبة، لقمة تصل إلى بطن جاية ومحتاج. وهكذا